15-14 اخبالوش جعفر القاسمي عبد الحميد قياس مريم الدباع شمس الدين باشا ليتيسيا وعزيزة ابو الابيار اليوم لا السلام لا عسلامة لشنا حوالكم لا حد شيء طول في صلب الموضوع خويا اليوم عندي 10 ملايين للربح تحب تربحهم من توا من اول حلقة ابعث خويا او بالاس ام اس على 85 860 10 ملايين للربح اخر الحلقة ينجم يكونوا ليك انت خويا اخر الحلقة تبعث لنا اس ام اس نعطيوك خويا 10 ملايين ما فيها حد شيء سير الحكاية على الاخر سعر الاس ام اس دينار 440 فقط لعبه لدى عدد منفذ ولعبه لدى الجواب وابعث فرح كيما كاين كيما كاين فرحانين على الاخر وحدنا صديقنا واخونا وصحبه نتاع اعوام تبارك الله جعفور والله فرحان برشا والله يسلمك عليك مريتوش ها توي الراحه فرحان برشا فرحان برشا اللي جيت بحذاكم معناتها ما نعرفش مني باش نبدا الحق مخي فرعت شويه لا هذيك المشاعر معناتها مشاعر فهمني فوالا ميرسي بارك الله فيك جايز وجعفور ولدنا وبتاعنا يعيش يعيش رد بالك على المونجيل رد بالك على المونجيل يحبوا يزسوني في فلوسي اي غريب اي غريب اسمع هو عايش يا عبدو يا بيه يا عبدو يا بيه بنشدك على الحاج بيه بيه اسمعني جعفر نسيت خدو مش مفكروا في حاجه قديمه تتفكرها بتاع الخد هكا قديش من كعبه يا حصر شو يحكي اسمع مش اطلب منك انا جعفر تعمل لنا قراءة انت للجماعة مريم شنو رايك فيها؟ ما نعرفهاش تحب تعرفها ولا ما؟ لا لا ما نعرفهاش اي ماذا بيك تعرفها ولا؟ خنفس الكفاز خنفس شوف التلفزة شيء والدنيا شيء ولا شيء يشبه لشيء بيسو... لا لا تنجم تحكم على شيء تكونسومي فيه اما ما نعرفهاش في الدنيا منش اي شيء رايك فيه في ترزك تفرج فيه؟ لا واحد عليها عندك انت معناتها شنو نتاعك في الدار وكله ولا شكون؟ شنو؟ ما عندكش كلب كتوكل فيه في الطماطم. هاي مريم توكل في كلب انا مع كامل احترامي ما نعرفش برشا يعتقدوا اللي الكلب وفي بالنسبه لي انا الكلب كلب. لا 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 مش تقطع مش تقطع هربط 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 ارجع 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 عودها فيا عادش بيه الكلب كلب معناتها شنو؟ شنو كلب كلب؟ لا ما انا مش مريم كلب فريجيدير معناها ميكروويف انت كلب كلب قاعد تصب في الكلاب اليمين انا راني كيف هو راني نعتبر انه الكلب كلب والقطوس قطوس خويا لا كلمة الوفاة جات من كلب لا 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 سي 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 هو ما قال شيء عيب صح قال كلب كلب قال شيء غلطت معايا من الدخل معناتها الكلب عبد معناتها ما هو كلب كلب الكلب الكلب في انت قبيله تحكي لي على لي جون في دال كل ما اختك الا الكلب اكثر حاجه في دال اكثر من اكثر من امها اكثر من اختها الكلب اي كلب في دال سي لو ميغ انا نفهم الكلب انا نجم الكلاب حضور خليه الراجل يحكي خايبه معايا شو خلناش انا ضيف ما عادش ضيف شو باعتباري ضيف معناتها ليه ما عادش ضيف سي شو نعم به انا في حياتي لا عزيزة على الأقل خمت تلفتك على لا عزيزة أنا في حياتي عضوني ستة كلاب تستاهل أي تستاهل والله تستاهل أي ممكن ما نعرفش نتعامل مع الكلاب بتتر أنا غلط معاهم أنت تعرفي حومتنا فين جيت؟ تنحاسيلو فهمتني معناتها فهمتني خويا أنا جيت نحكي معاها برجلة وأنا عندي صديقي قال لي تتلفت للكلب تقول له لعنة الله عليك ثلاثة مرات قال لي يهرب مشيت له بالذمة شمسا هو الراس هكا كلب مش نورمال كلب عربي قلت له لعنة الله عليك والله العظيم عمل عوت له كعبة لعنة الله عليك
الثالثة قلت له لعنة الله عليك بالعربية تسمى مزقني إربا إربا. أستاذنا جايس شو رأيك فيه؟ سي عبد الحميد جايس هذاك أستاذنا وعزيز وغالي وحب الله انا قاعد حاج اليوم ماشي الحكايه دي نتاع ما كانتش قبل لا لا لا, 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 لا هو مستاذ حضره المس هو او اي عايش كعبد يا بيه واه 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 حاله من الابوه ذاك يا عاشق نحبه جعفر وانا زاد نحبك برشا وحبيت اليوم يفتح الستار حلو ونرجع للماضي مرحبا عاشق الله الله باه كم السنين هذوم الكل وين كنت احكي لي بابا احكي لي ماكلني البرد انت وينك كله وقت البرد كلام المدة الفايتة هذية مرينا بسنوات عجاف لطف عليك لطف عليك خير شوية ذكرتني أنا هي ما عرفتني هي سمعت بعيد أما نتعقلك أما ما كنتش هكا راسك كان أبرك ما كانش مكركب التكركيبة هذه نعم اللي أنت الذاكرة معاتش هذا مش راسي ركبتي ايه وانا اقول وين شفت هالفصالة احكي معاك مالا بابا اسمعني يا جايس هو السنوات يا جايس السنوات السبعة تعدي وعجيف هكا ولا اي بابا انا سنة سنة عصيبة مع تعلق باه بعلم شنو رايك فيه شنو بابا عصيبة ما شنو بابا سنة عصيبة جدا ما لا لا سيدي بعدش عصيبة لما سنة كبيسة سنة عبيسة سنة عصيبة لا 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله باه هاي وداك الولاية بعلوش بالله شنو رايك فيه؟ ما يعجبنيش صحيح هاي بعشكك على الصراحة بعلوش تبارك الله عليه بعلوش أنا خليني نقول لك أول واحد التقى بعلوش هو أنا وي ذات يوم في برنامج اسمه هاتش عندك هذا بتاع اكتشاف مواهب يدخل السيد طارق بعلوش فمني صالة يفلقها بالضحك خويا عمل لنا اللمبي ذكرها كيما تو وأنا نحب طارق لي ميزة اللي أنا ديما نمن بها اللي هي الاعتراف العزيزة وسي عبد الحميد فهمني ولا أنتم ما تعرفوش معناتها الاعتراف الاعتراف وقت اللي في لحظة من اللحظات إنسان يقف معاك يقف معاك ما تسكش لزرق تقول ما نعرفوش أوي. اللي مد لك يده ذات يوم يزبط تعترف له وأنت مدين له مشكلتنا ولا بالحق أنا ما تتصور أنا ما تتصورش أنا ما تفرش في الميسيوم على لطفي العبدلي نهارتها كلموني هك عباد لأنه ثم ناس باهي على الأخر مش اللي سيبوا في الإشاعات وفي الكذب ويشعلوا في النار لا كلموني قالوا لي اسمع هاو الفيديو إيش قال فيك طارق معلوش مرسي بوكو يعطيك خويا هذي ما عندي حتى مزية صاحبي وبليس جعفر نحن كوميتا واحدة ثلاثة مع بعض شني قالت لي نجميع ثلاثة كوميتا واحدة به الأخ شمس ماتريكس اليوم مود ماتريكس شمس للي ما يعرفش حنين أرجل ما قابلت في حياتي عايش كي غالي نعم بزيلك اي بلاي وطفلة وطفلة ليتيسيا ليتيسيا شنو نسيت قالي نسيت تخل بعض وشو ليتيسيا جعفر اي ليتيسيا نحبها برشا الله الله من قبل نحس ملي كنا نقرا في الابتدائي هابو اه وي هي تعرف بالكدا كنت نعيش في موسكو في موسكو وقتها مثلا ما نجمش سي من جلس يا مين نحكي خالش قلت لك اعمل انا خلي معايا برشا باهي برشا باهي كانت هي في روسيا وتجيب لي في الجلاسون مرحبا
برا قبلها معناتها باش تفرح بها باش تقبلها معناتها من الاخر. لا ما نجمش والله برا بوسها والله ما نجمش توا لانه رجع لي مسكين. عملت معاك البيك مش عارف تعمل معاك بيه ما تبوسوش. ليتيسيا انا حبيت ليتيسيا برا بوسو انت مان بوس طنطان يا بوس عمي بوس عمي يحط كل شيء طاح في الماء بوس طنطان شنو هذه كيسه ليتيسيا الله عاش كويس عاش عاش ليتيسيا ليتيسيا حبت بدل البلاصه انت وقياس اليوم والله ماذا بيا يهزوا قياس بدلوه بزوز ليتيسيا انا قدم شعر قدمتك ما سمعتك قدمت بدل الشعر ليتيسيا يا لبلو بلو 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 يا تبيا لو بلو يا بلو بربي يا ليتيسيا قبل ما نضغط في الموضوع جست خاطر احنا باش نمشيو ان شاء الله لروسيا ليكيب ناسيونال ثم شويه جمل نحب نسال عليهم بالروسي تفسرهم لي بالروسي باش الواحد ما يتعبش غادي انا اصحك تمشي للدار تمشي للدار خويا وتتعرف على العائله مش ليا انا للتونس الكل معناتها يمشيوا لها للدار وتعرفوا على العائله اي من بعد نعملوا عنكور اي من بعد نعملوا عنكور اكسليري بالكدا نعملوا شويه من بعد عنكور كور تعملوا عنكور 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 نرجعوا لك نرجعوا لك كذا من بعد امي عزيزه عزيزه ابو لابيار مدرسه نساها هذوما فهمني هما اللي أسسوا المسرح في تونس وقت اللي كانت المرأة عزيزة وغالية عزيزة وغالية في المسرح سي عبد الحميد قياس يعرف اللي كونوا المرأة اللي قبل اللي تدخل للمسرح توا سهل المسائل علاش يقول الشباب أدخل أدخل للفن أدخل للتمثيل قبل شكون وشكون تمثل شكون وشكون تغني شكون وشكون وقت اللي الدنيا كاسحة وكذا تحدي عزيزة أبو لابيار لا منى نور الدين قبلهم زهرة فايزة يرحمها فهمني ولا يعني نساء اللي بنوا المسرح وبنوا الدراما في تونس واسسوا التلفزه في تونس يظهر لي يستحق شمس قال كلمه مهمه عاود الكلمه اللي قلتها تحدي تحدي بطبيعه تحدي عاودي مره اخرى ما سمعتكش تحدي بالفرنسي تحدي شنو تجي ديفي ديفي تو سويت ديفي في ليميسيون بالله ربك ما تبقى من الديفيات بعروش نجح في الديفي نتاعو دونك القرعه عطاتنا انه بعروش يزمو يدخل للبلاتو نتاع حدث هذا اليوم في المباشر دخل خويا وعطاهم نهار عطله وشيخه فما شكون نغار جات فيه بلا ديفي يسبق شعره بالاخضر ما عملش ديفي ما يسمح ليش نسبق شعره والله ما لا يبان برستيجك والله ما نكملوا السيزون الا ما تصبغ شعرها اخضر خويا سينو من هذا المنبر خويا نأكد لكم انه باش تعملها الحكايه هكا العام دالي دمك حجمت له بالسيف خالي باش تجي معناتها في مالي هو طفل مش بنيه هكا تشوفي العرض من القرعه من بعد صبورك شعرك اخضر نورمال القرعه خير من الاخضر بالرسمي تحكي من الحلقه الجايه تجي مقرعه جنب هكا الهوني لا لا الكل الكل لا الكل برشا ما انا من سعيد الحظ نعاودوا نذكروا مره اخرى بالديفيات اللي موجودين ديفيات اللي موجودين معنا دونك ينقز الباب ويهرب يخدم النهار مع عمال النظافه بالعاني اخترناه النهار هذايا باش يحسوا بالتعب اللي يخدموا فيه عمال النظافه ومره اخرى تحيه ليهم عمال النظافه كل يدخل في التيران في وسط ماتش من رابطه المحترفه الاولى يدخل في التيران يجري صور كي جاتوا في تروح ديربي يا جعفر معاك الورقه الحمراء والشيخات يعوم في الله يعوم في الله بسم الله دي كرونيكوري مازالوا معنيين بالديفي شمس قياس عزيزه ليتيسيا من سعيد ولا تعيس الحظ اللي باش يقوم بالديفي الجمعه هذيا باش نشوفوا اسمه يخرج في الليكرون بعمليه القرعه اه يرد بالك عاد جعفر جعفر هنشوفوا الاسم شكون سعيد الحظ اللي باش يقوم شمس شمس الدين باشا ربي يقدر فيه خلينا فيه شنو تتمنى لخوك شمس من هذوما لا سورتو با عمري ما دخلت انا بعيد شمس شمس عمري ما دخلت شمس مرهف ورقيق الاحساس شمس هذاك تقريب البخت بتاعه باش يجي يعدي نهار مع الناس عمال النظافه عمال النظافه هذاك باش يعدي بعد حتى مشكل انا رجع قول لي انا هو اكثر واحد ما تحبوش شنو ترى جعفر حسب رايك الحاجه اللي تويت شمس شمس يذكرني في سمكه السلمون راك تسبح في مياه البحيره راه في راسك ان شاء الله هكا انا اللي كنت نشكر فيك لا بطلت انا في البانو نغرق في البانو باهي مستحب في اللاك معلوش يا جعفر يعوم في النصر يعوم في الشيح في الشيح حلو يعوم في الشيح
هنا يشق التيران. يشق التيران تاع الرابطه المحترفه الاولى. مستحيل. باهي رجعلك شمس، امي عزيزه شنو الحاجه اللي تتشمت في شمس كي تجي؟ عمال نظافه. عمال نظافه تشمت. شميت راهي. بالعكس هذه معناتها حاجه باهيه. باهيه ياسر. هو ما يتكبرش على خاطر و. باهي امي عزيزه في الليل. مش مشكل معناتها كي العاده. في الليل. مريك. ليتيسيا. التيران. تيران الرابطة المحترفة الأولى كرة القدم شمس أنا هو أكثر حاجة ماتيلدا بالآخر اسمعوا بعضنا الأولاد أكثر حاجة تعجبك فيهم وأكثر حاجة تخاف منها العمان هذاك مستحيل نعمل كي تحط لي مستحيل وقتها امبوسيبل يعني البس بوي ملوسي هذاك أكثر حاجة نجم تشيخ عليها والله ملوسي عمل لك المكان أنا تقول أنت غاديك بحدا يا فهم بحدا يا فهم فرد المرة بيسير هكا هو يا سيدي ما غير ما نطولوا عليكم أنا برجولية بيني وبينك واحد أنا أنت وزارك راهو هي من بعد خلي الزهر مالي خلي الزهر شوفوا الزهر شنو يعطي الشمس شنو الديفي اللي عطانا الشمس يلزم قبل نهار الأربعاء الجاي يكون مصور الديفي وحاضر نكتشفوا الديفي تو سويت الديفي تاع شمس هو وي على شمس باش نصعبوها لعبتو ديما يعملها اي هو قالها القرعه انا جوي هذي على الجيران ونروح قبل الليل نهار الديفي يلزم 10 ديار تنقز عليهم وتهرب هذه اللي بيك 20 دار 10 ديار نبدا من تبرزق وانا جاي نختاروا له احنا الحوماويين نختاروا صعب وي خلقنيش في الحفصيه في الحفصيه في الحفصيه باه اختار وين الحومه تحب انا لازم يشرفني في المحمديه في المحمديه بعروف حي محمد علي خويا الغالي راسي وعيني اجا دق بركه هذا ما عندي جيران الاخت ما عندي جيران نقص في المرسى طيب ايش نقص في المرسى قاتلك اجا نو ليتيسيا انت ما ولا كيف كيف امي عزيز نقص في الدندان في الدندان كروي درع عزيز جبل لحم قبل الليل يبقى كان بالرسمي بقلبك شمس احسبني ما قلت لكش نحكي تمشي تنقص على ديارهم هما كل بالسرقه يمرون ديارهم تمشي تنقص عليهم بالسرقه والله عمرهم فاز نقص عليهم وهرب وشنو معناها يمشي لتسيا يمشي لروسيا يمشي ليه احنا وين هنا في تونس كمان لا في قاسرين قاسرين في القاسرين يمشي القاسرين باه تعرف قاسرين انت لابشي انا وين المشكل تعرف سبيا ولا تعرف تعرف يا قيس وش وصلك الغادي ريتا باه نعاود نذكر مره اخرى نعاود نذكر اللي ديفي نتاع شمس هو يلزم ويمشي كل دار وزير دار حد هكا هو راقد ولا نقيمه كيف هكا في المرعب دونك يمشي ينوقز على بيبان 10 ديار ويهرب دونك هذا الديفي نتاع شمس للجمعه الجايه هكا عرفت ولا هو فوالا هذا الديفي نتاعك يا شمس هذا الديفي والتحدي يبقى التحدي خويا واحنا بالتحديات ما نفادلكوش لا انا نفادلك ساعات انت تفادلك ساعات لا, 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 لا اليوم مش نهار تفادليك خويا لا سورتو في التحديات نفادلك جعفور خويا جعفور المعلم هذاك اليوم لا شموس المعلم بابا كيف بدا ديفي زاد لا شموس المعلم بابا واسمع انا متاكد اللي كونوا الديفي باش يعملوا كيف الديفي باش يعملوا ديفي بيان سور باش يعملوا بيان سور شفناه نحن الديفي باش يعملوا امان امان يا خويا جعفر كان نطلب منك اي بابا انك تعمل حاجه اي بابا تخوازونا شنو هي بابا حاجه تخوازونا شنو هي بابا حاجه تقدها انت على الاخر تضحك علي على الديفيات ها الديفيات ها الديفيات بابا ثلاثة حاجات تخوازونا اللي هما اللي هما بابا تحكي لي ثلاثة حاجات تضحك ايوه والقاسم مشترك بيان سور يكونوا حاجة تضحك ما تكون ثلاثة حاجات تضحك ثلاثة حاجات أما كلهم يضحكوا هذا الديفي نتاعك تخوازونا ثلاثة حاجات قاسم مشترك وحيد هو يضحكوا يا جعفر هو يضحكوا يا جعفر دبر راسك نعطيك دي زانديس وقتاش هذايا؟ توا تو تسوي تفضل بابا تو تسوي شو باش نجيب لك حاجات لا هما هما عاملين هكا شويه راهو شكون مقابليني من غادي بابا ارقوا شويه اعصابكم ارقوا شويه مش مسنسين يحضروا معناتها برشا جماعه مسنسين تحضروا ولا بيان سور اول مره ريت في بريك هذايا اول مره حاشمين حاشمين ديما اول مره معناتها تكون امور صعيبه ومن بعد ان شاء الله بليت راه سمعوه الرعد من غادي مطر 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 شو صاير حاشم شو صاير؟ باهي تروازونا وي بابا تلمو حاشم جاي معاهم اي شو صاير الاخر انت؟ حاشم بالروز معاه مرته اي معاه مرته هذه كريتها اي لابسه بالاورانجي اي بابا جبت معاها مرتها رجلها اي بابا العب يلا العب يلا العب يلا
تعرفش نطلب منك تحكي لنا ثلاثه حكايات ابابا ان شاء الله القاسم المشترك نتاعهم يكونوا يضحكوا دونك خلص لي اللعبه خاطر ما فهمتهاش ثلاثه حكايات ثلاثه حكايات نجم نعتبروها هذه الاولى برافو هذه الاولى ثلاثه حكايات القاسم المشترك نعطيك كل مره انديس اي مش ما فهمتش ثلاثه حكايات شنو بيهم ثلاثه حكايات خوزونا تروازونا اي مع ثلاثه حكايات قسم مشترك اه مع ثلاثه حكايات عشتهم انا عشتهم انت يفسر لي الفنتاج خاطر اللعبه باش نعطيك انا باه باش نعطيك انديس اي الكلمه الاولانيه اي بينالتي كنت باش نحكي حكايه السحاب باش نحيها تو السحاب ريك مجير مخي ريك وشاح اه بينالتي عندي ولدي يا حضار عندي ولدي يا حضار ان شاء الله ربي يرزق اي انسان امين امين انا كي شتولي توا باش نبكي انا كي تغيبني هكا حياتي وحاجاتي نهرب لاولادي كهاو امي وبابا تاج واولادي واخواتي خاطر عشت برشا مسائل خويا اول يتفرجوا هاي ضح هاي فسخه تذيع اوكي هاي اسمع خليت والله والله عندي ولدي دخلته للكوره علمته السيستم الاتي قلت له تدخل عمره ما كور في حياته علمته التكنيك قلت له تدخل تكور تتعلم تفك الكوره خاطر حتى حد ما يعطيك الكوره تضرب يزق تفك الكوره الفرصه ثاني حاجه مهمه تحافظ على الكوره خاطر الناس الكل يحبوا يفكوا لك فرصتك ما تخلي حتى حد يفك لك فرصتك تحافظ على الكرة والثالثة اللي هي الأهم تعدي الباس لأصحابك البارتاج قال لي والأهداف قلت له طوي جيو أوكي ما دخلته ظلمة عزيزة ما يعرف شيء نهار عيد ميلاده ولدي كي ميماركيش يبكي نهار عيد ميلاده مشيت للبروف برجلة جيته عبد العميد طبست عليه قلت له المعلم ولدي اليوم عيد ميلاده برحمة اللي عز عليك خليه يماركي بونتو أراه الطفل باش يروح يبكي ندابة اليوم عيد ميلاد وطفل صغير ملاك قال لي ما ثم حتى مشكلة سي جعفر قال لي ماك أنت تفهم في الكورة قلت له إيه قال لي ولدك قل له يتيح نعطيه بيلانتي فهمني ولا إيه يتيح نعطيه بيلانتي أطوي ماركاه نبعده من الجول يماركاه جيت أنا دخلنا الطيران وكذا في الإدارة في الفيستير نبدل له قلت له آدم تيح سيدي راه باش يعطيك بيلانتي يا أخي طاح في الفيستير قالت لك ليتيسيا وخذا بينالتي وخذا ليتيسيا ليتيسيا روسيا ما هكا ولا خذا بينالتي اي ان شاء الله خذا نتقابلوا نحكيو وخذا بينالتي تعب نحكي لك على الصحار عادي نحكي على الصحار تمام تمام باه نتعداو الحكايه الثانيه نعطيك انديس في كلمه اي بابا انترنت انترنت اي انا كي تزوجت ما نعرفوش انا كي تزوجت عندي زوجتي عندها اخواتها يعيشوا لبرا واحد في كندا واحد في استراليا والاخر في المانيا اوكي قالت لي جعفر دخل لي الانترنت انا معناتها غبي في الانترنت الى درجه البهامه فدخلت الانترنت منا الكونيكسيون قصت منا كلمته ثم في الكونترا مدام عزيزه ثم في الكونترا نمر التليفون طلبت قسما بالله اللي باش نحكيه صار من جد قلت له الو قال لي الو على السلامه قلت له بربي سامحني الكونيكسيون قصت قال لي اقعد معايا قلت له وين نقعد معاك قال لي اقعد معايا مسيو اه قلت له اوكي هاني معاك قال لي انت وين تو قلت له في الدار قال لي انت على البيرو قلت له ليه ليه على الكرسي انا تو على الكرسي والله والله شوي بزين بزين الضرب صحيح انا ماني قلت لك مانيش فاهم يا اخي مرتي قالت لي البيرو هو بالسوري تعمل هكا اطلع اه قلت له على البيرو هي قال لي اللي باش يقول لك عليه تبعني مسيو قال لي اغزر لي مسيو المودام بجنبك انا ماني سمعتها المدام قلت له ايه بجنبي بابا ايه وش مدخل المدام قلت له والله يا ترى قلت له مدخل المدام قال لي سامحني مسيو المودام اللي عندك تخدمه قلت له ايه تخدمه وهي
مرتي كانت تخدم في نهج السوسه وزاره التعليم العالي بطلت فهمتني تعبت وكذا بطلت قلت كانت تخدم وتو ما عادش تخدم قال لي اوكي اقعد معايا اقعد معايا بيجست قال لي باش نسالك هي برونشي المودام اللي عندك قلت للمودام اي قلت له وي تنجم تقول برونشي تنجم تقول قال لي لحظه لحظه مسيو ترى ربي ثبت في المودام اسمع شمسة دختن ثبت في المودام تمشي ولا لا قلت له هي راي الحق ساعات تبرك بركه واحده بون ساعات تمشي من الاخر بكل قال لي مسيو مسيو ثبت في المودام اللي عندك فيهش اربع فلوس خضر يشعلوا قلت له وين يشعلوا يا معلم وين هادي هادي ما فيها حتى فلسه تشعل قلت له اما كي تتنرفز تشعل بكلها قال لي اوكي مسيو تجيني غدوه هذا الحدث باش نبدل لك المودام يرحم والديك قلت له انا شايف الموسيقى العمالة انت باه جعفور تو ربحت زوز ربحت ربحت زوز كعبات ليلة زرقاء اليوم الكعبة الثالثة الكعبة الثالثة الحاجة الثالثة اي الحاجة الثالثة كلمة هي شجرة 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 ما نعرفوش انا اسمعني شجرة كنت نقرا في الانستيتيو بريمير اني كان ثم حارس في في المعهد فهمني ولا يعني يحبني على الاخر وكانت المساله كنت ما عنديش حتى ساعات الانسان مش ومريت بظروف خايبه شوي فكان يسخف عليا ويرحم والديه في الليله هذه قدور فهمني ولا فكل ما عنده طرح دهينه ولا باش نمشي نعاونه في المرمى ولا كذا يهزني معاه يا اخي نهار من نهارات انا فالس فجاني في الصباح بكري قال لي جعفر قوم قلت له ان شاء الله خير قال لي جعفور جانا قسم باش نمشيو باش نمشيو نقصوا شجره قلت له شنو ان شاء الله نجم نكمل نحكيها باش نمشيو نقصوا شجره قلت له ويش شجره شنو قال لي ب 30 دينار ناخذ تاكسي نهزينا 7000 معند بالقسم قهوجي هذا خذينا التاكسي ومشينا لشيرة الكرم باش نقصوا شجره الشجرة هزينا معنا تسترة قد دكة لفيناها في جريدة هو مقدام يحكي لي فهمني ولي كيفاش 30 دينار من بعد باش نشريو بيهم قهاوي باش نبدلوا الجو فهمني حصيروا ويحكي لي على منافع القهاوي بعد الواحد المفيد نقصوا الشجرة في أقرب وقت مشينا التاكسي ننعطوا فيه شمس دور منا دور منا والمرأة تنعط فينا وكذا بعد قالت الدور هذه على اليمين دار التاكسي على اليمين التاكسي ما نجمش يدخل خاطر الشجرة داخله مكسره 8 ديار واحنا داخلين بتسترى خويا كوبونج والله كوبونج قلت له قدور هيا قال لي شنو قلت له الشجره قال لي ان شاء الله باش هي ان شاء الله باش هي ان شاء الله باش هي طلع ليه لحظه ما هي طلعت هي الشجره طلعت هي دقينا الباب خرجت لنا مره كبيره عسلامه حاج قالت عسلامه مرحبا هاي قالت تبداو تقصوا قلت لها باش نبداو حاجه باش نبداو قالت عندي شرط بعد ما تقصوا الاغصان فهمني الجذع هذاك تقصوا لي ترونشيت ترونشيت باش نفرقوا على اولادي بدينا نقصوا انا وسي قدور نقص بيدي وقدور بقيت تسكت قعدني جي ست سوايع بعد وجوله تقول صدم علينا نمر متخبشين بكلنا ولا شيء كبير بعد قدور عندي فكره قال لي عندي فكره مشيت خبى تحت الشجره عمل لك نسمع فيها عمل لك الو الحمايه المدنيه الحمايه المدنيه يجونا يجونا صدمت علينا الشجره يجوا قصوا يجوا قصوا ناجحه 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 جدا ثلاثة نكات ناجحة جدا وكما قلت لكم دونك كما قال لك بلوتو يا جايس دونك للي جون ولولاد توا بما فيهم حتى انت حاسبينك ولاد توا راهو يا جايس ولدك ولد توا ما دمني نعيش معاك مواكب مواكب جايس بيان سور جايس مواكب باهي دونك ثلاثة حاجات هما تخوا زونا وتخوا زونا هي قهوة وحليب وسكر وسكر دونك هذوما هما ثلاثة حاجات تخوا زونا دونك بلوتو القهوة نتاع ولاد توا هي القهوة نتاع ولاد توا اللي جون نتاع توا دونك تك تك ما عندهاش علاقه بوقت صباح قايل عشيه تنجم تستعملها في كاس على الاخر نسكافيه تخوازونا فوالا فوالا دونك هي اللي ننصحكم ننصحكم بها ومتاكد بنينا كيما الحكايات يحكيهم لنا جعفر عايشك عايشك امين ميرسي بوكو من انجح خويا ما فما الاعوام الاخرى هي نسكافيه كوميدي شو اللي موجود فيها جعفور دونك تبارك الله دي ستار
تعداوا وخرجوا من المسابقه هذه اللي ديجا احنا موجودين يظل في الطنبك نتاعها تو. احنا تويكا في السيزون الرابعه نتاع نسكافي كوميدي شو. هي بالحق فرصه سي عبد الحميد قياس معناتها ومدام عزيزه سابقيننا معناتها في الميدان خبره وقدر وعمر ولا لا بالمنجد احنا باش نحكيو تو على موضوع مهم برشا. واللي عزيزه باش تفهمني على الاخر قبل انتوما معناتها مشيتوا دقيتوا ببال فهمني ولا وتعبتوا وناضلتوا باش وصلتوا وعملتوا مسرح ثم شكون يقول فاش يعملوا يوصل ما يوصلش كارو شد مسمار في حيط عمل حكايه اخرى اما الفن والتمثيل ما عنده حتى معنى ودقيتوا انتوما البيبان وانتوما اللي خلقتوا الفرصه انتوما اللي خلقتوا الفرصه لانه انا ما نمنش بالفرصه وما نمنش بالصدفه نمن انك تسعى وراء النجاح وراء الحلم. انا اعتقد انه اللي تعمل فيه نسكافيه اليوم هو مهم ياسر لانه هي اللي تعطي الفرصه للي جان معناتها تمشي لهم على عين المكان. خويا انت قاعد على روحك يتفرج فيها توا هو ولا هي تتفرج فيه. ثم اشكاليه شمس مهمه ياسر في الفن في السياسه في الاقتصاد في اللي تتصوروا في بالك. ثم ناس اختصاصهم سي با سا. شكون قال لك باش توصل؟ شكون قال لك الاحباب تطيح المراد فهمني ولا وجربنا قبلك وكذا. انا ادعو الشباب اللي يتفرجوا فيا اليوم ما تخلي حتى حد يحلم في بلاستك. حتى حد انت يقول في اللحظه هذه انه انا باش نحقق حلمي وحدي. راه باش يكثر التنظير وباش يكثر التنبير هذا راهو تابع البروجي الكل لو كان تحب توصل. بريف دونك بالنسبه لي انا نسكافي في كوميدي شو مشينا عملنا الكاستينج في الكومبيوس في منوبه عملنا في الانسات عملنا في جندوبه ثم طاقات مهوله واللي نقعد به سناء انه بحول الله باش يشوفوا دي جون يعملوا 66 كيف اهم حاجه مختلفين يكتبوا العزيزه وحدهم يكتبوا مهم ياسر طارق معناتها كوميدي ويعرف معناتها انسان يكتب وحده في النوعيه هذه مش يكتب لك شكون اصعب حاجه سي معناتها يخرف على روحه حتى الدنيا تطورت احنا كي خدمنا بالبريح لعبيت بدا قاعد على القاعه صحيت ويشوفني فيه يحفر حفره يطيب التاي ومد الكاستين تبدا تمثل مد الكاستين راهو يبدا يمثل انت تمثل مد الكاستين تفضل والله وحفر يحفر حفره وبالبريح يعيط هاو جوا هاو شنو هي كله مسرحيه شنو هي مسرحيه ويقعدوا في القاعه ونحن نبداو نمثلوا ونمثلوا لهم اي عزيزه تعرف منصب بعد ولينا على البتاتي وبالمدريات وطورنا ما تو تبارك وفماش تلفز وقتها فماش تلفز راه صحيح شوف الدنيا تبدلت برشا تو عندهم المعطى نتاع الانترنت مثلا برشا يقولوا لي مثلا ها فاتنا الكاستينج بتاع تونس فاتنا الكاستينج بتاع جندوبه مش الجنوب مش الوسط وياخذوا عليكم احنا غدوه الساعه في سوسه غدوه ان شاء الله باش نكونوا في سوسه غدوه الخميس غدوه الخميس في سوسه بيان سور طونك هو اليوم اربعه غدوه الخميس في سوسه هكا ولا عندي صاحبي سحار باش نحكي لك عليه بعد عليه هكا برسمك عليه كله في الصحة دونك غدوه في سوسه فهمني ان شاء الله في الجنوب باش نكونوا ابارتير من 6 حتى 8 مارس في الجنوب وبرشا تو يتسائلوا يقول لك يا خويا انتم مشيتوا للجامعه في جابس مثلا ولا في جندوبه احنا ما جيتوناش انا نقول لهم يدخلوا على الباج تو في اللحظه ما تستناش غدوه على الباج تاع نسكافي ثم ابليكاسيون يدخل على الباج تاع نسكافي يعمل سكتش ما يفوتش 3 دقائق سكتش ما يفوتش 3 دقائق ثم شرط بسيط فهمتني انه يكون مصور معناتها مش بطريقه ممتازه واو لا لا مفيد ماهوش فلو اللي قاعد يمثل ما نفرزوش يكون واضح والصوت مسموع فهمتني تصور هكا فهمتني ولا اجبد التليفون وصور فهمتني اجبد وصور دونك حتى جماعه نتاع المستير والمهديه اه ينجموا خويا يجيوك السوسه ينجموا يجيو السوسه ينجموا المستير حتى القرون حتى ولاد تونس فهمني ولا ولاد توا فهمني ولا اللي يواكبوا في نسكافي كوميدي شو ينجموا يلتحقوا بينا كان تربع 10 ملايين تولي سحار انا سحار من غير 10 ملايين سحار انا والله انا ما نعرفش كان في بالك ولا جاب حذايا ولد اختي وقلت ولد اخت مرتي للدار تعرف قصه الارنب كيش ولد سحار اه حكيت انا مرك باش ايه خرجها بلا احكي انا جعفر جاب حذايا ولد اخت مرتي فهمني ولا هو شاب يعني لطيف فهمني ولا احيانا لطيف احيانا فهمني كيما بعض الاطفال لطيف احيانا فشد في مامته قال لها خذ لي ارنب ميمه خذ لي ارنب ميمه خذ لي ارنب فاخذت له ارنب فهمني وانا ما كنتش في البيت وقتها فهمني ولا فروحت للدار هو قلت لك شيطان شويه تبارك الله عليه فهمني وين خباها الارنب؟ وين خباها؟ مش في لابابو قربتي في
التواليت يا تحفونة اي والله سكر عليها غادي اي قلت لك عاقل هو خباها غادي انا اخويا روحت فهمني ولا فهمني شعلت الضوء فهمني هزيت ال 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 فهمني ولا عمل هكا طليت لوطة اخويا شوفي حاجة تعمل هكا والله والله نقل حاجة تعمل هكا يا شمس فاستغربت قلت يا الهي فهمني ولا لا ما بستغربش لا يعني عامل جو فهمني فمشيت للزوجه قلت لها هاني قال لك تبي زوجك راهو طلع سحار لا استغرب ولا ما استغربش لا لا هي عامل هكا فهمني ماكش في حاجه لسحار ماكش في حاجه لارنب كانت تحب تربح ال 10 ملايين بحرف لا برنب لا بسحار لا بعصا سحريه او على 85 860 او على 85 860 تربح قبل ما توفى ليميسيون نتاع اليوم ها اليوم يطلع اسمك وتربح ال 10 ملايين كاش 10 ملايين كاملين يكونوا اللي كنت تعش تعملوا توا تدسيت حضروا الفريجات نتاعنا سيدي باش نمشيو نسافروا حالا مع ترافل تو دو الفليجة باي ترافل تو دو السؤال العجيب شكون فينا ما يحبش يحوس وما يحبش يتفرهد وما يحبش يسافر اللي ما يحبش هذو ما يهز يده بالمقلوب انت ما تحبش تحوس ما تحبش تتفرهد وما تحبش تسافر جملة ارتحنا من اللي بعد عليه جاف اه انت ما تحبش الطياره عاد في بيت انا عارف انا عندي حكايه عنده حكايه نعرف هاي حكايه تاع الطياره هي في الطياره قريش في الطياره من لوطه وكلها يا ربي اللي بجنبك هذاك شنو اللي بجنبك طلعت في الطياره بجنب واحد لا اخر مره مع ولدي طلعنا في الطياره وما يزنيش مبين له اللي انا خايف من الطياره عامل انا هكا واحد قال لي با هي تخوف الطياره وانا عمله بنيش تخوف تخوفش الطياره اه استعملوا جو في الطياره وانا بكل نرعش من لوطه قلت له بيان سور باش نعملوا جو في الطياره طلعت الطياره قال لي با نسالك سؤال يا طارق اسمع السؤال وانا حاطك السنتور محنط عملك قلت له اسال ادم اسال قال لي يا بام توا كي تطيح الطياره الكراسي يقعدوا بتقعدوا الكراسي قلت له عظامي ما يقعدوش السؤال الله اكبر قلت له صلي على النبي عايش ولدي شمس الدين ماشي ماشي في بالك ماشي شمس الدين ماشي 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 الدين ماشي تو ايه ماتريكس اقسم بالله ماتريكس ماتريكس والستين حزم ماشي في باله اللي كي تطلع بزنس كلاس ما تطيحش طيارة يطيح كان الايكونومي ليش مكتوب ورايا ولا ايه؟ فليجة دونك اليوم مع ترافل تو دو وابتداء من اليوم ونهار الاربعاء الجاي ان شاء الله ابتداء من نهار السبت فما زوز باش يجيو متبارين لهنا بحذنا للبلاتو زوز متبارين عندهم كرونو فيه 30 ثانيه 30 ثانيه زوز فليجات وشكون اللي يكمل يلم الحوايج نتاعو في 30 ثانيه في الفليجه يربح فواياج من هدايا ترافل تو دو دونك البرانسيب ساهل على الاخر يا جماعه فماش ما اسهل منه ما عليك كان تعمر الانسكريبسيون اللي تلقاها على الباج فيسبوك ترافل تو دو كل مره يجيونا زوز متبارين لليميسيون الاولاني منهم اللي يلم الحوايج الكل في الفليجه في 30 ثانيه 30 ثانيه فقط يربح هو الفواياج دونك هو اللي يكون فايز بالفواياج سينو تحضر فريشتي خويا الويكاند هذايا تنجم تمشي تعمل سهريه ممتازه تعدي ويكاند ممتاز عندكم السهريه الاولانيه اللي تنجموا تلقاوها مع ترافل تو دو ايبرجمون ومع السواري ب 72 دينار السواري هذايا مع النجوم عماد عزيز نبيها كراولي ايمن لسيق ورامي خليل السهريه هذايا كما قلت لكم نهار السبت 24 فيفري هذه السهريه الاولانيه السهره الثانيه دونك السهريه الثانيه السهريه الثانيه ب 72 دينار ايبرجمون مع سهريه ماكل بيت شرب صوفيا الساده ماكل بيت شرب لوتيل والسهريه لوتيل والسهريه لوتيل والسهريه مع بعضهم دونك صوفيا الساده عماد عزيز اسماء سليم وهادي دنيا عامل هادي نعرف على اصحاب انت وبابا الهادي على الاخر عشيري عجبك شي بين السهريه الاولى والثانيه جايس وين تمشي؟ نمشي
من الثانية كان نبدا ماكل شارب لا الأولى حتى الأولى كيف كيف زوز كيف كيف مالا نمشي للأولى تمشي للأولى وأنت مالك نمشي بعد صاحبي باه سهرية شارب راقد اللي فيها رامي خليل سهرية الأولى باه لحظة قياس وأنت بعد تمشي لهم الكل شنو لحظة تمشي لهم الكل نحب نعبر عبر خويا عبر نحب نمشي للأولى ماكل شارب بيت راقد نمشي للثانية والثانية كيف كيف الثانية كيف كيف الأولى فيها راقد فيها ماكل شارب والله فيها يا قياس فيها ايه حتى دونك ابتداء من الجمعه هذيا ما فهمش خاطر حتى تاني فيها بيت هم يا عزيزه اللي كنفسر لهم وحدهم بعض الحلقه معناتها علاش بينا ما نفهمش لا لا بعض الحلقه معناتها كان فما بعض التفاصيل الاخرى دونك ابتداء من نهار الاربعاء هذا كل نهار الاربعاء نعطيكم لي بلون تاع الويكاند تلقاوهم مع ترافل تو دو سينو كل نهار السبت في ليميسيون اكسترا زوز متبارين يجيو بحذانا شكون اللي حضر فريجه اسرع هو اللي يربح الفواياج ابار كونتر باش نكتشف توا كنتم ممثلين بارعين ولا كلكم تنسيت نلعبوا ساتورن في ليميسيون يا جماعة الزمان ولا تحكي كل ولاد صغار شمس كنت صغار ما يحكيش هكاك صغار يحكيوا ستي ما نلعبش راهو ستي 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 نستريح ستي ستي سكوت سيدي راهو هذا يا ضرب فيا سيدي انا نحبش خليك نحبش نستريح ما نحبش خاطر سيء تفضل بعلوش ما سيرش نفسخ الصبورة ما سيرش نفسخ الصبورة ما تفسخش الصبورة عايش ولدي بعلوش ها نقل علي هذي بس انا ما بديناش نقل عليك على شنو سيدي راوي هذا المدوب الاهوى سيدي مدوب انتهى القصر سيدي راهو هذا يا ضرب فيا باه سكوت يكردوا علينا بالحجر يا سيدي اللي مازال باش يتكلم يا كرادين اللي مازال باش يتكلم باش نعمل له استدعاء ولي سيدي 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 استدعاء ولي سيدي سيدي هذوكم يفوزوا من هنا اللي مازال باش يتكلم لا ولا حسيت بها الحكايه سيدي اللي مازال اسمع شو صغار صوت صغار اللي مازال باش يتكلم مش باش يخلص الشر هذايا ولا هذايا الاولاني سيدي الاخرين كلهم منظمين ما نسالش انا نصوتوا طن بعض طن بعض به الصغار يلعبوا دونك شو قدم لكم الصغار نتاع الروضة مريم دبير ما نلعبش بلاش لعبة هنا والله اسمع حيلة والله حيلة كنت نجم شو كنت نجم نجاوب كنا حير روحي في المونتاج دونك قررت اني مانيش باش نجاوب جملة به دونك الصغار اللي موجودين مريومة قداش عمرها بالضبط؟ قداش عمرك؟ انا جي 4 ans 4 ans وي 4 سنين وهي الطفلة الدلولة نتاع القسم باه بعلوش انت شكونك بالضبط فيهم انا ما اخوي الكبير اسالو ها صار اخوه انت ها انا امي جابتني امي امانك امانك باه خلنا نسمعوا خلنا نسمعوا لحظه تنعطيك شوكولا من بعد لمجه لمجه باه باه لا شنو وسيدي انت خوه الكبيره انا امه خلي عايش ولدي شنو في رقبتك هذه سيدي ريت هذه هي هي شنو هي هي هدية هي هذه كي تبيض ريت مثلا سيدي وقت اللي يجي الوحش
تعمل له تزمر له يمشي يزمر. قدم لكم قياس خليها ذكر جاكم لي هديه يا اسكلمني اسكلمني انت كويدة كويدة زي يا اخي سكوت سكوت فما مدوبل بس ليغمو اي سيدي ماما انا جيت بايت خميه ذكر جاكم لي سكوت دون مو سيدي يا سيدي. مريم سكوت سيدي راهي تتكلم عبد الحميد قياس هو المدوبل نتاع القسم سيدي سيدي هو المدوبل نتاع الاقسام انا نحب نفتح صغير اما لكن هو باندي القسم هو باندي القسم انا باندي نفسخهم توا سيدي راه بيعنا في الشوكولاته كي جات في الشوكولاته بيعنا في الشوكولاته في الشوكولاته باخي باه باه شمس حكينا انت على روحك ود المدير انا عمري ود المدير انا عمري 5 سنين وبابا هو المدير شبيك تبين شبيك تبين شبيك تبين يكذب وش 5 سنين ماما ام المدير تتوا انت يا مدوبل يا مكرك تتوا ماما انا بابا المدير وماما اسكت ماما هي ستي معلمه وتقول لي في الدار ما تقولي ستي كل كل تقولي ماما كل ستي 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 انا كل ماما تضربني فهمتني اي فوالا باه قدم لنا اللي بجنبك لتيسا لتيسا قدم لنا روحك من تحت المودي هذيك انتي عزيز ابو الابيار اعقل وحده في القسم معاودة القسم اكثر من قيس بدي عزيزة عزيزة ابو الابيار قرات مع ابن خلدون بيدو بعد امي عزيزة منصف شنو رايك في القسم هذا اللي طحت فيه السنه يثوثوا برسا يثوثوا وان انا عاقله وما يثوثوا برسا يثوثوا يا عاقله فيك دبل شكون اكثر واحد اكثر واحد اصدقاء انت وياه في المجموعه قيس عارفين مدوبلين مدوبلين مع بعضهم مدوبلين يعرفوا بعض وشكون اكثر واحد ما تحملوش فيهم؟ هاي انا قوليها قولي لنا ما يسالش مريومه ما نحملهاش مريومه ما تحملهاش نحملهاش مريومه حطينا بيث ما نحبهاش مريومه يا منشتي تو خلبست وقعدنا هكا مولي عنو حاجة الحال وقت في نحن انشودة نعملو رقصة نعملو انشودة تقعدوا كل واحد في بلاصته عايشة وليدي تقعدوا كل واحد في بلاصته انا راني نحب نقول نغسل وجهي بالصابون نحضر كيف واحدة دي أنا الحلزون الحلزون يزحفوا فوق الثرى عنده مثل القرون عنده مثل القرون بها عيون ليارة اي بها عيون ليارة مخيبكم اننا في الجودة اي معزو تبني تبني نغني متاع الكبار انا غني متاع الكبار البرمزة بدلوها البرمزة انت تعاور انا نموت غنيو كل واحد يقع في بلاصته بالله يا قياس غني انا قياس ارجع لبلاصتك بالله اخر انشوده البعلو شاي بعلوش اعطيني انشوده الاخر انشوده الذبابه اسمها الذبابه باه عندي انشود احلى اسمع ونصف غدوه خير من اللي مكتب ورب سير نحل زوان حنتير والناس ننتي الحرير ما اخترت صنع الزرير خوخنا نسك المسائير حق نفكه بزريعي ما نطيح خشني للغير موسيقى ضعيتين ديما سانعين حتى ما حنسى فلوس ديما حنسى ربع سفر ما عندي دي اكتر سيدي سيدي انا من رايي يا جماعه من رايي اه باش نونتيسيبي شويه نتاعي وينه الناس كلها الناس كل باش تعملوا شطحه جماعيه على الانشوده الشبابيه البريئه اللي محليها بالراس بتاع الصغيرات الاغنيه هذه العب يا العب 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 العب
تصفيقه كبيره برشا على جعفر القاسمي اللي حضر معنا اليوم في الاميسيون باش يعاود يرجع راه جعفر باش يعاود يرجع بحذانا بيسيو باش يعاود يرجع مره اخرى بحذانا دونك خليكم تكتشفوا وقتاش يعاود يرجع مره اخرى ثم تبعدوش اقعدوا معنا جوست ابعث او بالاس ام اس والعب يلا واربح 10 ملايين اليوم قبل ما توفى الحلقه نتاعنا ابعث او بالاس ام اس على 85 860 بعد الاشهار راجعين مع بعضنا للاميسيون تلعب يلعب 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 تلعب يلعب